Hello everybody, how are you? اهلا بيكم من جديد متابعين قناه نشوى الانجليزيه. ازيكم؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده معانا ان شاء الله مع شرح درس الصفات كونكت بلس 3 ثالثه ابتدائي. لو حابب ان مفيش حاجه تفوتك من مناهجنا وفيديوهاتنا اعمل سبسكرايب وما تنساش تفعل الجرس. نبدا بسم الله. درس الصفات النهاردة عبارة عن ثلاث أجزاء. الخانة الأولانية دي adjectives الصفات، الخانة الثانية comparative form درس المقارنة يعني مقارنة بين طرفين، الدرس الثالث عبارة عن superlative form يعني الدرس التفضيل. تاني الدرس بتاع النهاردة عبارة عن ثلاث أجزاء adjectives صفات، comparative form درس المقارنة، superlative form اللي هو درس التفضيل. الصفات زي الصفات العادية اللي أنا عارفها وحافظها زي عالي يعني هاي، عالي يعني هاي. هنحفظ الصفات كويس جدا وبعد كده هنشرح صيغة مقارنة وصيغة تفضيل. درس الصفات بيتكلم عن الصفات العادية زي عالي يعني هاي، عالي يعني هاي، عالي يعني هاي. اتش اي وخد بالك ان جي اتش هنا سايلنت. عالي يعني هاي، سريع فاست، فاست او ممكن انطقها فاست صح، fast سريع، fast بطيء، slow قصير، short 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 طويل، tall tall طويل يعني tall، بعيد يعني far. عايز استخدم الصفة الاولانية اللي عندي في صيغة مقارنة يعني اقارن بين طرفين، في حد اعلى من حد او في مكان اعلى من مكان او مبنى اعلى من مبنى. هجيب الصفة اللي هي اسمها هاي واحط لها حاجتين ER وذان. احط الصفة اللي هي هاي ER وذان، وذان دي معناها من، ذان دي معناها من، يبقى الجملة اسمها higher than يعني أعلى من، يبقى عالي هاي أعلى من، higher than higher than. جبت الصفة وحطيت لها حاجتين ER وذان عشان أقارن. طب لو أنا عندي إن المبنى ده أطول مبنى أو أعلى مبنى مفيش حد قريب منه هقول عليه the highest، the highest. بكتب هاي أهي في النص، قبلها ذا، ذا اللي هي الأل الألف واللام، وبعدها ثلاث حروف EST. عندي كمان سريع يعني فاست، سريع يعني فاست او فاست. عايز اقول اسرع من، اسرع من يعني انا بقارن، بعمل comparative form بقارن، اجيب الصفة فاست وحط لها حاجتين ER وذان، يبقى faster than يعني اسرع من. طب عايز اقول الاسرع يعني ما فيش حد في سرعته، تبقى اسمها the fastest. بكتب fast في النص، احط قبلها the وبعدها ثلاث حروف E ST. يبقى في صيغة المقارنة بحط للصفة حاجتين ER وذان، بحط بعد الصفة ER وذان. في صيغة المقارنة بحط بعد الصفة حاجتين ER وذان. إنما في صيغة التفضيل superlative form أحط الصفة في النص قبلها ذا وبعدها ثلاث حروف EST. عندي بطيء يعني slow، بطيء يعني slow. عايز اقول ابطأ من، يبقى slower than، slower than. احط للصفة ER وذان، احط للصفة ER وذان. طب عايز اقول الابطأ يعني ما فيش حد في بطئه، ده الابطأ يعني صيغة التفضيل. احط slow في النص وبعد قبلها the اللي هي ال وبعدها ثلاث حروف EST. slow slower than the slowest، slow slower than the slowest. قصير يعني short، قصير يعني short short. أقصر من shorter than، أقصر من shorter than، أقصر من shorter than. short بحط لها ER وthan، short بحط لها ER وthan، shorter than. طب الأقصر the shortest، الأقصر the shortest، الأقصر the، وبحط الصفة short وبعدها ثلاث حروف EST. طويل يعني tall، tall طويل يعني tall. عايز اقول اطول من، اعمل ايه؟ اطول من يعني بقارن، احط ER وthan، يبقى taller than، اطول من taller than. عايز اقول الاطول the tallest، احط tall في النص قبلها the وبعدها EST.
tall, taller than the tallest. tall, taller than the tallest. طب خد بالك الصفة الأخرانية دي صفة شاذة. يعني ايه صفة شاذة؟ يعني هيحصل للصفة بعض التغيرات، يعني هيتضاف عليها بعض الحروف. زي بعيد، الصفة اللي هي بعيد، بعيد يعني far، دي تعتبر صفة شاذة. irregular، irregular adjective يعني صفة شاذة. يعني انا عايزه اقول فار دي استخدمها في صيغه مقارنه، اقول ابعد من. خد بالك هي كانت اسمها فار، طبيعي ان انت تحط اي ار وذان، لا هنا اتغيرت بقت اسمها ايه؟ further than، ابعد من further than. ليه؟ لان الصفه دي صفه غير منتظمه او صفه شاذه. عايزه اقول الابعد يبقى the farthest، the farthest، far further than the farthest. اقرا معايا الاكزامبل ده. منى is taller than هدى. منى is taller than هدى. دلوقتي انا بقارن ما بين منى وهدى من حيث الطول، ان في واحده اطول من الثانيه. منى is، طبعا انا حاطه هنا is علشان منى دي singular اسم مفرد، احط له is. عشان انا بقارن احط الطول حاجتين er وthen، احط الطول طويل حاجتين er وthen. وthen هنا معناها من. منى اطول من هدى. منى is taller than هدى. طب الجمله اللي بعد كده rabbits يعني ارانب. are، انا حطيت هنا are عشان rabbits كلمه بلور يعني كلمه جمع. rabbits are faster than turtles. rabbits للارانب are تكون faster than. يعني ايه faster than؟ يعني اسرع من. turtles اللي هي السلاحف، يبقى انا بقارن ما بين rabbits ارانب، turtles سلاحف، من حيث السرعة، في حد اسرع من حد. وطالما انا بقارن اجيب الصفة اللي هي fast وحط لها حاجتين er وthen، er وthen. rabbits are faster than turtles يعني السلاحف اسرع من الارانب، اسرع من السلاحف. زي ما عودتكم قناة نشوى الإنجليزية إن بعد شرح الدرس بنحل على براكتس صغير، والبراكتس بتاعنا من كتاب الباهر، وشغل السنة دي إن شاء الله من كتاب الباهر. السؤال الأولاني بيتكلم عن الديالوج. يعني إيه ديالوج؟ يعني محادثة بين سارة أند حنين، ما بين سارة وحنين. عندي بعض الكلمات هتحطها تحت في الديالوج هنا. عندي جامبينج يعني القفز، دو وهاو هاي ما ارتفاع، وهو يعني من للعاقل. سارة بتقول what sports event يعني ما الحدث الرياضي ايه يو لايك، خدناه في الدرس الاولاني. what sports event do you like يعني ما الحدث الرياضي الذي تحبه. يبقى انا هاخد دو اشطب عليها واحطها هنا في نمبر 1. I like، كانت الاجابة على السؤال ده I like، انا احب الايه؟ I like jumping، احب القفز. ممكن تقول I like running، احب الجري. I like throwing، كنت بحب الرمي. كل ده احنا اتكلمنا عنه في الدرس الاولاني. يبقى I like jumping، انا احب القفز، بشطب عليها وانزلها. سارة سألت سؤال اهو، قالت لها ايه can you jump؟ قالت لها I can jump 1 meter، انا بقفز متر واحد بس. يبقى اكيد هنا استخدمت اداة استفهام. ايه الاداة الاستفهام اللي استخدمتها هنا؟ how high يعني ما ارتفاع، ولا هو من للعاقل؟ ركز في الاجابة وانت تعرف. I can jump 1 meter، بقفز متر واحد بس، يبقى هنا how high هي دي هتنزل في number 3 في رقم 3. ما ارتفاع؟ الارتفاع اللي انت بتنطيه. انا بوصل لايه؟ ل 1 meter، انا بنط لحد 1 meter يعني متر واحد. number 4 سارة سألت سؤال ايه is the tallest one in your class؟ من الأطول في فصلك؟ قالت لها أميرة is the tallest. أميرة ده اسم إنسان، أميرة ده اسم إنسان بتسأل عنه بهو.
أميرة ده اسم إنسان بيتسائل عنه بهو، من للعاقل يعني هو. طالما الإجابة بدأ باسم إنسان يبقى احنا بنكون السؤال بهو. وإن شاء الله في الفيديو القادم هعرفك إزاي تعمل خطوات تكوين السؤال. الفيديو القادم إن شاء الله شرح خطوات تكوين السؤال. ندخل على السؤال اللي بعده. choose the correct word، اختار الكلمة الصحيحة. يوسف jumped، قفز. إذن دينا، خد بالك من حاجة، ده مقارنة ما بين يوسف ودينا، مقارنة اهي في يوسف وفي دينا بقارن، وبعد الأقواس هنا في ذان اهي. طالما في ذان يبقى أنا هختار أنهي صفة، هاي ولا هايست ولا هاير. طبعا أنا سمع حد شاطر بيقول لي هاير، بختار الصفة اللي آخرها إي آر. طالما هنا في ذان أختار الصفة اللي آخرها إي آر. رقم 2 I think، أنا أعتقد. the event، الحدث. will a good، will لازم يجي وراها في verb infinitive، will اللي هي سوف برضو شرحناها، يعني بيجي وراها الverb infinitive يبقى اسمها will be، will be سوف يكون good جيد. رامي jumped يعني رامي قفز. they، حط دايرة حوالين they زي ما حطيت دايرة هنا حوالين then، حط هنا دايرة حوالين they. ذا يبقى لازم يجي وراها الصفة أخرها est، ذا دي يعني يجي وراها الصفة أخرها est، إنما ذان يبقى الصفة أخرها er، يبقى ذا farthest الأبعد. ريم جريت. إيه ذان أميرة، أدي ريم وأدي أميرة مقارنة، وهنا في ذان أهي. طالما في ذان يبقى اختار الصفة أخرها er، يبقى ريم ران faster than أميرة، faster than أسرع من أميرة. they be tired، حط خط كده أو دايرة حوالين be، اللي ممكن يجي هنا مع be ها اسمها إيه؟ will be، will be، will be، will be. طب number six، who is they، حط دايرة حوالين ذا عشان تبقى مركز. ذا دي اختار معها انهي صفة، slow بطيء، slower ابطأ، slowest يعني الابطأ. طبعا احنا اتفقنا ذا يبقى ذا slowest est. was امير، was امير ايه ذان ادم، ادي امير اهو وادي ادم، ده معناه ان انا هقارن، وكمان اللي بيأكد لي اللي هي مقارنة ان في ذان، يبقى انا هختار انهي صفة، الصفة الاخيرة er، في then بعد القوس يبقى نختار الصفة الأخيرة er، faster than. the winner الفائز. a happy، the winner are happy تمشي؟ لا، winner ده كلمة مفرد. does يمشي؟ لا، ما ينفعش does، تبقى هي ايه؟ will be، will be يعني سوف يكون سعيد. will they a the race، win يعني يفوز، wins برضو يفوز، won يعني فاز الماضي. احنا اتفقنا لما اشوف will لازم يجي وراها verb infinitive فعل في المصدر، مين هنا فعل في المصدر بدون اي اضافات؟ طبعا هي win، will they win the race يعني هل هم سوف يفوزوا بالسباق. I think، انا اعتقد، خد بالك ان كلمة I think اللي هي انا اعتقد الاخيرة دي نمبر 10، احنا في رقم 10. I think، انا اعتقد، من الكلمات اللي بتدل على الفيوتشر، يعني فيوتشر يعني مستقبل، يعني ايه مستقبل؟ يعني لازم يبقى فيه will والفعل في المصدر، will ومعاه الفعل في المصدر، will ومعاه الفعل في المصدر، يبقى I think، انا اعتقد عمر ماله will get a medal يعني هاي سوف يحصل على ميدال اللي هي ميدالية. خلصنا شرح الصفات وصيغة المقارنة وصيغة التفضيل. لو استفدت من شرح النهاردة أو الفيديو عجبك اعمل اشتراك، وما تنساش تفعل الجرس على الكل عشان يصلك كل جديد. وإن شاء الله الفيديو القادم شرح تكوين السؤال، ده مهم جدا في منهج كونكت بلس، ازاي تكون سؤال، لان من الاسئله اللي هو بيديها لك في الكتاب بتاعك ان بيديك جمله وانت كون من خلال الجمله دي سؤال بادئ بأداة استفهام معينه هو بيديها لك. وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله. جود باي.